سيد القاضي، إني أشهد الله أني عاشرت هذه المرأة بكل دفء وحنان. تخيل نفسك مكان زوجتي، معلش تخيل نفسك أضمك إلى حضني طوال الليل وأهدهدك، وعندما تفتح عينيك في الصباح الباكر تجد وجهي المشرق أبتسم لك، وبصوت الدافئ وبفنلتي القط القطنية أقول لك: ووفاء هيفاء القوام كأنها فلك مشرعة على الأمواج. إيه اللي أنت بتقوله ده يا أستاذ عبد البارئ؟ أنت راجل بتاع لغة عربية ودين، عيب كده، طلعني أنا برا الحوارات دي. عذرا سيد القاضي، كان مجرد تشبيه. سيد القاضي، سيد القاضي، إن أكبر عقاب تعرضت له هذه المدعية هو مجرد أني عملت لها استدعاء ولي أمر، وبالفعل جاءت حماتي، ومن ساعتها لصقت لنا بغراء، واكتشفت ساعتها أنه أكبر عقاب لي أنا شخصيا. عقاب؟ أنا عقاب يا عرة الرجالة، يا كلب الدروس الخصوصية، يا بوكلون يا خمس خمسات. لم لسانك يا مجلامبو، أنا ابني أشرف من الشرف. شوف بنتك دي المعيوبة، ها؟ شوف يا سيادة القاضي، البنت دي وامها بيعملوا علينا تمثيلية. الله، وراح فين يا سيادة القاضي؟ وراء اليوم فاروق بيه، فاروق بيه، حد يشوفه بره يا جماعة، فاروق بيه. أيوة لحظة واحدة معلش، مش كل شوية بقى اقعد اربط الجزمة ده. آسف معلش، مش كل شوية هربط لك الرباط بقى. شوقي معلش اتعب شوية معايا في العيال، آسف. اتفضل كمل يا استاذ سليم. لا، سليم سليم زي علاء، علاء. اسف، كمل كلامك يا حضره الضابط. ضابط بالضاد، لغه الضاد. الضابط كمل، اكمل اخلص. زي ما حضرتك شايف يا فاروق بيه، المدعي عليه قالب البيت عند موكلتي مدرسه، دروس خصوصيه للنهار، وبيدي واجب كتير للعيال، بس عمره ما خد باله من الواجب اللي عليه. رائع يا بابا. هذا في اللغة العربية يسمونه عندنا التورية، أقول كلام له معنيين وأقصد المعنى البعيد أرمي عليه. إذا كنت تلاعبني أنا بهذه الألعوبة فلك مني هذا. تورية بتورية، إني أتعامل مع واجباتي المنزلية كما أتعامل مع دروسي تماما، فإني أتعامل معها على ثلاثة مراحل: التمهيد، الموضوع، ثم الخلاصة. أما بالنسبة للتمهيد فأنا أبدأه من بعد العشاء حتى منتصف الليل. نعم أطيل في التمهيد لأن معظم الناس تهمله، وهنا يأتي التفرد. أما بالنسبة إلى الموضوع فإني أدخل فيه وأستغرق، لا أصل إلى الخلاصة إلا عندما أسمع بأذني زقزقة العصافير في الفجر. صدقني يا سيد القاضي، إن أصعب شيء علي هو أن أقبل على الطلاق من زوجتي، فكما قال الزهاوي: كم هد في الشرق بيتا بعد الزواج طلاق، كرهة فسباب فركلة فطلاق. استخرج من البيت السابق اسم الفاعل وأعرب ما تحته خط. معلش انا سرحت بس شويه في موضوع الواجبات المنزليه ده، ما خدتش بالي ايه اللي كان تحته خط، بس انا فاكر ان اسم الفاعل ده فعلا كان صعب جدا، كنت بتلخبط فيه جدا وانا صغير. المهم خلينا بس نشوف الاستاذ. طلاق اسم فاعل؟ والله لو كنت طالب عندي كان زماني خليتك طول الفسحه تلم كيس الشيبسي واللمباده. جرى يا استاذ عبد البارئ، ما تحترم نفسك، ولو انت تمسح اللغه العربيه فانا خرتيت القانون. عفوا ايها القانون. كمل يا أستاذ سليم. سيادة القاضي، التحريات اللي عندنا أثبتت إن الأستاذ عبد الباري مصاب بكهرباء على المخ، ودي مخليه مكهرب البيت 24 ساعة، ودي شهادة من الكهربائي، قصدي شهادة من دكتور المخ والأعصاب بتثبت كلامي. أنا أعترض سيد القاضي، فأنا بالفعل متابع مع طبيب التأمين الصحي،
وقال لي أن نسبة الكهرباء على مخي لا تتعدى 6 فولت، وهي بالكاد تضيء أبليك على الحائط. وأبليك هنا ليس بمعنى من قبلك زي أنا جاي قبليك وكلام ده، لا، ولكنه إحدى المسميات السخيفة الساذجة لكلمة مصباح. يا رب جرس الحصة دي يضرب بقى شوقي. اتفضل يا فندم، دي شهادة طبية بتأكد كلام الوكيل. الاعتراض مقبول. جرية يا أستاذة، احنا هنقضيها دفاع كده، امال فين الاتهامات؟ مش تعملي بلقمتك؟ حاضر حاضر سيدي القاضي، الموضوع محرج جدا، وموكلي ما كانش عايز يجيب سيرته في القضية، بس بصراحة كده مدام وفاء مش واخدة بالها من نفسها خالص، وطريقة لبسها بلدي قوي، وده طبعا بيثير اشمئزاز موكلي وبيخليه متعصب طول الوقت. بلدي، البلدي يوكل يا حبيبتي. وبعدين مش احسن ما بقى شبه حصان الحلاوة؟ بقى بذمتك في حصان بيلبس بلوزة مشجرة؟ مشجرة مقلمة؟ الفكرة في اللون؟ اثبت عندك سيد القاضي، لقد رأت البلوزة، لقد أبصرت. يعني نظرك رجع لك اهو. الحاسة السادسة قدرت يا فندم موكلتي من خلال الحاسة السادسة اللي موجودة عند كل الستات انها تعرف لون البلوزة، ودي شهادة مختومة من الدكتور بتأكد ان عندها الحاسة السادسة. ودي جبتها منين بقى ان شاء الله يا سليم؟ من دكتور الحساسية. يا بت انت الله يخرب بيت ابوك. ايوه فعلا يا سيادة القاضي، هو عنده حق. انا هنا يا مدام وفاء، الف سلام عليك. هي مش بس عصبيته يا فندم اللي ملهاش حدود، هو عصبي لدرجة ان هو مش بس ضيع لي عيني وعماني، لا ده كمان كان عايز يقتلني. شوي ايه في المتاع دي؟ هدوء، لقيتها. انا يا وفاء اقتلك؟ ما تحاولش يا عبد الباري، الانكار مش هيفيدك، احنا معانا شهود عيان. اندهلي يا ابني الشاهد اللي بره. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت شغال معايا انا هنا، اي حد يقولك اي حاجه تعملها؟ جرايه يا استاذ سليم، انت فاكر نفسك في اسم الخليفه؟ انت هنا عندي في المحكمه. لا مؤاخذه فاروق بيه، الضابط لسه ما خرجش من جواه. نادي يا ابني على الشاهد الاول. شعبان رجب السنوسي، شعبان رجب السنوسي موجود يا بيه. اسمك ايه؟ ما هو لسه جاي يا بيه، يا شغلانه ولا ايه؟ رد على قد السؤال بدل ما احبسك. شعبان رجب السنوسي، بواب العماره رقم 13 الف شارع عبد الفتاح الجريري بن مانيل. قول والله العظيم اقول الحق. وانا مش هقول الحق ليه يا بيه؟ وانا اخاف ولا ايه؟ يا سيدي ده قسم، احنا الستايل عندنا كده، يلا قول. على الطلاق لا اقول الحق. يا حبيبي ما اتجوزش من عندك، قول اللي انا بقوله. والله العظيم لا اقول الحق. تعرف ايه عن علاقة الأستاذ عبد الباري بمراته الأستاذة وفاء؟ علاقة مطينة بتنتين يا بيه. مشاكل طول اليوم وشخط ومطر، وعلى طول الأستاذ أشرف عباري ده. أشرف عبد الباري مين يا ابني؟ أنا اسمي الأستاذ عبد الباري. صح، التاني بتاع مسرح مصر. على طول صوت الأستاذ عباري ده جايب لآخر المنور، علي الطلاق الواد ابني جون أنطوي ما بيعرفش ينام من صوته. مش كده وبس يا بيه، ده في مرة تعارك هو ومراته ورماها من الدور الخامس وماتت. يا فندم أنا أعترض. تعترض إيه؟ ده أنا اللي بعترض وأشكب أيضا. سيد القاضي أعطني عقلك دقيقة واحدة. نحن نسكن في الدور الأول والجيران في الدور الخامس، هطلع اخبط عليهم اقول لهم لو سمحت ارمي مراتي من عندكم. انت ساكن اصلا في الاول وهم في الخامس؟ لا كلام موزون طبعا. طيب عندك اي حاجه تانية عايز تقولها؟ لا يا بيه، انا قلت اللي هيخلص ضميري. طيب اتفضل انت يا شعبان. يعني انا بريء يا بيه؟ انت بريء يا شعبان. الحمد لله. تمام ولا ايه؟ مجهود مجهود. اطلع. كفايه بقى يا ماما والنبي، انا مستحرمه قوي اللي بنعمله في عبد الباري ده. حرمت عليك عيشتك يا بعيده، علي الطلاق من ابوك اللي قاعد جنبي ده، لخرجه من المحكمه هنا بالفلنه والكلسون. خلاص ماشي. انت هتفضل ساكت كده يا عبد الباري؟ ما تقولي اللي اتفقنا عليه. يا منى يا اختي، انا رافض للاسلوب السوقي ده. اسمع كلام اختك يا عبد الباري، انت عايز تخسر القضيه يا موكوس؟ هتكوع اللي وراك واللي قدامك وهتخسرني انا ورضايا اليوم الدين. لا، كله الا غضبك يا امي، ده رضا الام من رضا الرب. متشكر. امي أنت لي وطن وأنا من دونك غربة. برافو. استخرجي استعارة مكنية من هذه العبارة. استعارة مكنية. استعارة أنت فاشلة في العربية. عبد الباري، عبد الباري، خلصنا، الراجل هيحكم. قوم قوم.
السيد القاضي، هل لي أن أفصح عن شيء ما عالق في صدري؟ هتف علينا ولا إيه؟ لكم أتمنى يشبه مصاص الدماء. فامباير اللي في تويلايت. مش عارف أركب المكعبات يا بابا. مش وقته يا حبيبي، بابا عنده شغل. يوه حاضر. تركب أنت المكعبات؟ هتركب أنت المكعبات يا شوقي معلش. أفندم. أفندم إيه يا شوقي؟ ركب أنت المكعبات يا حبيبي، أنت قاعد بتعمل إيه؟ أنا اللي شغال، أنت عمال تهز راسك بس من الصبح. ركب. حاضر. اتفضل يا أستاذ عباري، كنت عايز تقول إيه؟ لقد عجز اللسان عن النطق وتحشرجت الكلمات في صدري وحلقي وتوقف القلب عن النبض. سيدي القاضي، زوجتي ساقطة. السقاطة دي تبع أمه. يلا يا عرّة الرجالة تربية الحواري. خلاص يا موافق. بس ايه ما بقولي سقاطة. خلاص يا موافق، بقولك انا حجبلك حقك. ماشي يا سكوت يا حضرات. استاذ عبد الباري معلش توضح لنا اكتر، ساقطة ازاي يعني؟ يعني ساقطة في الجامعة شايلة مواد، ولا ساقطة كانت حامل وسقطت، ولا ساقطة من نظرك؟ يا ريت توضح، لأن الكلمة تحمل كذا معنى. يا فندم احنا بنتهم السيدة وفاء عز العرب بخيانة زوجها، وفي شهود على ذلك. ماشي، نادي يا ابني على الشاهد. شعبان رجب السنوسي موجود يا بيه. يا شعبان، مفيش حد غيرك شاهد على القضية دي؟ أعمل إيه يا بيه؟ ما أنا بواب العمارة ومشهود لي بالصدق في المنطقة. ماشي يا شعبان، قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم لاقول الحق. تعرف إيه عن سمعة الأستاذة وفاء؟ ما بتونش يا سيادة القاضي، طول اليوم طالع نازل داخل خارج، لما الحكاية باظت يا بيه. اخرس يا سميدة. سميدة؟ كمل يا شعبولة ربنا يبارك فيه. سكوت يا حضرات. انت ازاي ما تقوليليش ان بنتي غاويه بوابين؟ ما انا قلت لك اولت امبارح ان هي غاويه بوابين وافلام عربي قديم وتوم وجيري. افتكرت ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وانت ايه ده انت يا حيوان يا لسمك شعبان؟ انا في بيني وبينك حاجه؟ ده انا قبل ما افتح لك الباب بستعيذ بالله من الشيطان. انكري باجي يا ست وفاء، انا حالف يمين قدام القاضي ولازم انا اقول الحقيقه. انا حاسس ان دي اخر ايام يا بيه. استاذه وفاء بعد اذنك ما تقاطعيش الشاهد وهو بيدلي بشهادته. شعبان، مفيش عندك اي صور او فيديوهات لذيذه كده تثبت الكلام ده؟ كان معايا فلاشه 2 جيجا بس ضاعت يا بيه. بس للامانه الست وفاء ما سابتش شقه في العماره الا ما دخلتها. شقه الاستاذ محمود، وشقه الاستاذ مهند، وشقه المهندس شلقامي، ده حتى شقه الطلبه اللي يدرسوا في معهد التعاون يا بيه. والحكايه بقت اخر تعاون. اخرس يا سعاده القاضي، انا دكتوره صيدلانيه، فبحكم شغلي بعدي على معظم شقق العمارة عشان ادي حقن للزباين للسكان. يا بيه بنتي ملاك رحمة زي امها. بابا بص يا حبيبي، نحط واحدة خضرة. سيادة القاضي، استاذن عليك استجوب الشاهد. اه اتفضل استجوبه. طبعا خضرة زرقاء. ازيك يا شعبان؟ الحمد لله يا بيه. سيجارة؟ ايه دي عادية بانجو بس يا بيه. نجيب لك. قول لي يا شعبان. ايه يا بيه؟ آخر مرة شفت مدام وفاء قبل الحادثة كان امتى؟ حادثة ايه يا بيه؟ كفالة الشر. انت هتستقبط يا روح امك. انت بتعمل ايه يا بني ادم انت؟ أنا آسف يا فندم، الضابط مش عايز يخرج من جوايا، مش عارف ماله. طب خرجه من جواك يا حضرة المحامي بدل ما خرجك بره القاعة. حاضر يا فندم. حاضر. متخافش يا شعبان، مش هعمل لك حاجة. جفا الناس مش لعبة يا بيه. يبقى نتكلم ونقول الحقيقة، ولا تحب أستخدم معاك عصاية المقشة؟ ودي كمان مش لعبة يا بيه. مين اللي قالك تشهد بالبقين الحمضانين دول؟ أم الأستاذ عباري جاتلي وادتني 200 جنيه عشان أشهد زور. أثبت عندك يا سيادة القاضي، قضية رسمة وشهادة زور. أنا اديتك فلوس يا بواب الغبرة أنت؟ أيوة يا بامارة، أما قلت لك إن أم وفاء ادتني 150 جنيه فأنت زودتني 50 جنيه عشان أبقى شاهد متزوج. ده أنا هقوم أولع في شنبك، والنبي ما اديته غير 50 جنيه عمي. ضحك عليك يا موكوسة. أهي بتقولك اديته 50 جنيه يا سيادة القاضي، أثبت عندك، دي تبقى شهادة زور ورشوة كمان. هو أنا بقيت بعمل أي حاجة غير إن أنا أثبت؟ كده بقى خمس أواضي، ها؟ مين يزود؟
خد يا عسكري الواد ده على الحبس. لا ما قتلتوش ما قتلتوش.